بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. هنا إنكويشة أو إنكيشة لغان أوديجينر، فطيرة في الغداء، فطائر مملحة. جورج إسافام لويز وزوجته لويز بيسكنوا في تولون في فرنسا. إلزون تريفام، هما جعانين جدا واحنا بنكون الظهر دلوقتي. هما قرروا الذهاب الى السوق لشراء مكونات كيل فون كويزانا اللي هما هيطبخوها. هما محتاجين لمكرونة لسلطة خضرة وست طماطمات وثلاث بيضات وكريم فريش وجامبون. الفون كويزانيير هما هيطبخوا ان كويشة لوران بور لو غيبا، وجبة عندهم او اسم فطيرة بالاسم ده. سيلو بلا بريفري، ده الطبق المفضل بتاع مدام لويس طبعا. مين ولكن لو مارشي الوا، السوق بعيد ومنزلهم عن منزلهم وهم لن يستطيعوا الذهاب اليه بالاقدام. هم هياخدوا اذا السيارة الحمراء لو فواتير روج، سيارتهم الحمراء. اي كوندويزا وحيقودوها حتى الميدان بتاع المدينة وحيشتروا احتياجاتهم عشان يطبخوا الكوشة. المات هما بيضعوا مشترياتهم في شنطة كبيرة وبعد كده بيعودوا الى المنزل. ساعة مرت وهم تناولوا غداء رائع طبعا. بور فيرلي كورس، عشان يتسوقوا هم قرروا الذهاب الى السوق طبعا مارشي. اهي جورج وزوجته، جورج وزوجته ذهبوا بالسياره طبعا، واضحه اني ان فواتير. الجمله اللي بعدها، عشان يطبخوا هم احضروا ست طماطمات وثلاث بيضات. طيب اللي بعدها، الفطيره دي الطبق المفضل بتاع لويزا، يبقى الطبق المفضل هذا. بعدها طبعا عندنا مكتوب هم بيشتروا المكونات للديجونير اهي، اللي هي رقم سي. طبعا جورج وزوجته خرجوا الظهر، ماشي امي دي، لان الساعه كانت الظهر هم قرروا الخروج. لا نوفيل ميزون دو جورجيت، المنزل الجديد بتاع جورجيت. دون ما ميزون، في منزلي اليا تروا شامبر، في ثلاث غرف. انا بنام في الغرفه الاولى والاطفال بيناموا في الغرفتين الاخريتين. يوجد ايضا سال دو بان، اثنين سال حمام وتواليت، سون سيباري وتواليت مفصول عن الحمام على الطريقه الاوروبيه. وانا بجهز الوجبات في مطبخ صغير اثناء كوما فامي، عيلتي ما بتكون بتقرا او تشاهد التلفزيون. دول صالون في الصالون. احنا بنتعشى دائما في جرون لا جرون سالا مونجي، في الغرفه الكبيره بتاعه الايه الطعام. اليا اوسي يوجد ايضا بدرون، حيث نضع الاشياء التي لا تستخدم طول الوقت كله، يعني نستخدمها شويه كده. الكرتون، السكي اللي هي ادوات التزلج الى اخره. اليا ام بيتيجا، في حديقه خلف المنزل صغيره حيث يوجد اشجار وزهور من كل الالوان. هنلاحظ في الاول واحده، في هذه الوثيقه جورجيت بتصف منزلها. في القطعه الثانيه، لا فامي، العيله ها بتتعشى دائما في الصال في الجراند سالا مونجي. في الري دو شوسي، ده طبعا في الكارتون والسكي. جورجيت بتحب انها تنام في البريمير شامبر، في الغرفة الاولى اللي هي رقم سي، متعلمة عليها ايه قدامنا. جاردان، الحديقة بتكون خلف المنزل طبعا، دورير لا ميزون. جورجيت بتعرف طبعا انها تطبخ، بتمارس الطبخ، بتعرف تطبخ طبعا. عندها في اول سؤال عندنا هنا بيقولوا اخوك الصغير بيضع اغراضه في كل مكان، فبتم تقول هو غير منظم. مش هتقول هو طبعا عبقري ولا هو ذكي ولا هتقول هو منظم، لا ده هو مبهدل، هو منظم. فوبرلي، انت بتتحدث عن اصل جدك،
اصل جدك. فبتقول ايه، جدي بيكون بيطري ولا جدي جاي من السنغال تمشي دي، ولا جدي بيكون حيوي جدا او نشيط، ولا جدي بيكون طويل جدا. طبعا انا هاخد هو جاي من السنغال. فوفيت اون ريجيم، انت عامل ريجيم له متساوي، طبيب ينصحك دق ما تشربش ميه غازيه، فهو بيقول لك ممنوع ان انت تشرب منها، ولا بيقول لك اشرب منها صباحا وظهرا ومساء، ولا اشرب منها كتير، ولا اشتري منها كتير. طبعا احنا خدنا الاولى ممنوع. فوتر كيب فريقك ابرديلو دورنيير ماتش خسر المباراه الاخيره، فوديت لا ريزون، انت بتقول السبب بقى. طب هو خسر المباراه الاخيره لان اللاعبين لعبوا كثيرا، تدربوا كثيرا، اللاعبين كانوا انانيين فرديين يعني، وانانيين اندفيدوال يعني اناني او فردي. خد بالك من الكلمه دي كويس قوي، بارسكو لو جوير، لان اللاعبين طبعا سون تام بلان فورم، كانوا في كامل لياقتهم، ولان اللاعبين لعبوا بطريقه جماعيه. طبعا احنا خدنا بيه. فوتر مير، والدتك عندها الم في الراس، فانت فوديت انت بتقول هي خدت اسبرين، ولا هي عطشانه جدا، ولا هي عندها الم في الساق، ولا هي ذهبت عند الطبيب البيطري. يعني هي خدت طبعا اسبرين. فوتر اونكل، عمك ما عندوش شعر، يبقى ربنا يرزقه باذن الله وهو اصلع في الحاله دي. شوف، مش عايزه بقى ان انا اترجم مسكولي معناه ذو عضلات، ولا شعره اصفر طبعا، ولا عينيه زرقاء. طبعا انت بتفضل المدينه، فبتقول سينيلا ده سيء، مفيش حاجة نعملها، ولا يوجد كل ما تريده أن تفعله هي دي، ولا أنت طبعا إيه بتقول هذا ممل أو إنه ممل، ولا يوجد ضوضاء. طبعا إحنا هناخد إلياتو سيكونفو، يوجد كل ما نريده. فوتر لسي، مدرستك ابري دو لا ميزون، قريبه من المنزل، فانت بتقول انا اذهب المدرسه على الاقدام، ولا انا بذهب المدرسه في المترو، ولا بالتاكسي، ولا بتنقل بالسياره. خدنا الاولى. طبعا كلمه وازو معناها طيور، انا بحبها. طبعا ليز وازو الطيور، هنا جمع اهي، ومعوض عنها بلي كمان. سيت يا شو، لو بتشعر بالحر يبقى افتح الشباك. يبقى هنا صرفنا الفعل مع ضمير تي، لان احنا قلنا بعد سي لو جه الفعل في المضارع بصرف الفعل في الامر، وبشوف الفعل في الجمله الاولانيه ايه وصرف على اساسه. يبقى هنا اوفر، وانا عارف ان تي طبعا بيحذف منها مع اوفر، يفتح بنحذف حرف الاس، واحنا قلنا لو الاس سبقت بأو او لابد ان تحذف الاس. فو فيني دو لا مونتانيا، انت جاي من الجبل، في دولا دولا مونتان، والفعل هو نفس الفعل، خلاص يبقى هاخد اون على طول. طيب الجمله اللي بعدها دو شوكولا، خلي بالك مكتوب دو، يبقى انا محتاج كومبيا بقى، يبقى خلاص بالنسبه لي كومبيان بتاخد دو زائد اسم جامعه او اسم قابل للعد او التجزئه. اني صور لو سامديه، هي لا تخرج، مش هينفع ريان شيئا، مش هينفع تجور ده اثبات، مش هينفع جامي، لا ده هتنفع جامي، وبيرسون مش نافع طبعا يخرج احدا، طبعا جميله يخرج ابدا يوم السبت. وجوردوي بتدل غالبا على المضارع النهارده، وجوردوي الجمله ده هي يعني المفروض انا هختارها مضارع، يوجد ماشي، لو حد اختارها ماضي صح هقول له صح لانه جوردوي، طب لو حد اختارها مستقبل هقول له صح لانه جوردوي تحتمل الثلاثة، بس الاكثر استخداما وشيوعا في منهجنا هو المضارع والماضي. الجملة اللي بعدها جبر فاغة، انا بفضل، وبعدين انجريس الرحيل طبعا فعل متصرف، يبقى انا عايز الفعل الثاني في المصدر طبعا. مي امبو ضع قليلا دو، لان قليلا هنا ظرف كميه تاخد بعدها دو او دو ابوسترو. عاصم اي لو بريمير دون لا كورت، طبعا عاصم مذكر، يبقى هاخد بريمير مذكر على طول على اساس ان الباقي كله مؤنث. الجمله اللي بعدها طبعا مكتوب جبراتيك لو كاراتيه، طبعا خد متنو، متنو معناها الان، يير بتدل على الماضي مش هتنفع. تو او تارت قريب ولا بعيد، بروشن مو اجلا ام عاجلا يعني، بروشن مو دول بيدل على المستقبل. مون سيبر كوبا يعني صديقي، بيكون بطل في الجودو، هو بيفوز بكل المنافسات، وكومبيتاسيون اخرها سيون، يبقى مؤنث، يبقى هاخد توت.
كومبيان دو اير كم ساعة من جيمناستيك عندك طبعا اسبوعيا؟ يبقى هقول له انكور حصة، لان دي معناها ايه؟ معناها سباق، دي معناها فناء، دي معناها ملعب. في قسم منتجات الالبان طبعا هشتري جبنة بيضاء بلون، لان الجبنة طبعا مذكر. في الامتحان رقم 8 طبعا البعض بيتساءل، يعني سواء هو احنا هنخلصوا الكتاب ده؟ اكيد طبعا هنخلص الكتاب ده باذن الله، بتوفيق ربنا طبعا. احنا هنكثف شغلنا بعد رمضان، لكن في رمضان يعني الوقت صعب شويه، فهنكثف شغلنا بعد رمضان باذن الله. بس كل اللي محتاجينه ان انتوا تكثفوا الشغل معانا شويه، ان يبقى فيه يعني الفيديو يبقى فيه نجاح، ويبقى فيه استماع اكتر شويه، ان احنا ننشره لاصدقائنا وهكذا، بحيث ان يبقى فيه رد فعل مناسب للعمل. يعني ميدور ديال فاكونس، اجازتي الماضيه، هذه الاجازه جوسي بارتي، انا رحلت في اقامه لغويه، ماشي، لانجويستيك لغويه في يوليو فرنسا، بور اماليورير مون فرونسي، عشان احسن اللغه الفرنسيه بتاعتي. انا بعشق البلد دي، سايتي فريمون بيان اورجانيزي، هي بجد منظمه جدا. احنا كنا مجموعه صغيره من 5 برتغاليين، شكا كل واحد مننا دونو نزل في عائله للضيافه. هناك نظام عيله بتستضيف طبعا الاشخاص عنده، وشاركنا تشاركنا الحياه، حياتهم طول جور بتاعت كل يوم. جي او بوكو دو شانس، وكان عندي حظ ان انا العيله بتاعتي كانت رائعه، عيله الاضافه اللي كانت مستضيفاني، وانا كان بيبقى عندي حصص مكثفه من الفرنسيه في الصباح وبعد الظهر، وان تروا سومين في خلال 3 اسابيع جي بوكو بروجريسي، يعني انا تقدمت كتير اثناء الاقامه. زرت متحف اللوفر وتوريفال، برج ايفل، متحف اللوفر، واحنا عملنا كتير من الانشطه الرياضيه زي الهاند بول والباسكت في نادي اللي قدامنا ده. فيفيانا دي عندها 17 سنه من البرتغال. دون سي دو كومون، في هذه الوثيقه فيفيان بتتحدث عن اجازتها. طبعا الاقامه استغرقت، طبعا هي عندنا قالت انا رحلت في اقامه في شهر يوليو الفرنسا عشان احسن اللغه الفرنسيه، في 3 اسابيع انا تقدمت. يبقى هنا تروا سومين دي اللي ذكرت عندنا في الجمله اللي عندنا. اللي بعد كده، في فيينا ذهبت لفرنسا اسينسالمون، يعني اساسا عشان ايه؟ طبعا عشان تحسن الفرنساوي بتاعها، عشان تحسن اللغه الفرنسيه بتاعتها، اماليورير سون فرونسي. طيب اللي بعدها، بي اس جي، اسم نادي، كلوب، اسم نادي طبعا. الكور اون تي، يعني الحصص كانت طبعا، هي كانت بتقول لي في الصباح وبعد الظهر، لو متا لو بريميدي، انها حصص مكثفه طبعا. فيفيانا ذهبت فرنسا في شهر يوليو، يبقى هي في الصيف طبعا، يوليو في الصيف، اون تي في الصيف. لو بلو غراند فيل ان فرانس، يعني المدن الكبرى في فرنسا، باريس طبعا تعدادها 10 مليون من السكان، وهي بتعبر نهر السين. عديد من الاثار بتوجد فيها، زي برج ايفل، زي قوس النصر. مارسيليا طبعا تعدادها 1.5 مليون من السكان، هي بتقع في على شاطئ البحر طبعا المتوسط، وهي انشئت منذ 2600 سنه طبعا. الي لو بلو كون بورتان فرونسي، الميناء الكبير في فرنسا. ليون دي طبعا بتعد حوالي 1.5 مليون من السكان، وهي بتعبر نهر ايرون. لو بو جولي لا سون، دي كلها اسماء انهار. سيتان ريفيير، ده نهر طبعا من 480 كيلو متر طوله. يعني ليل، مدينه ليل تعدادها 1 مليون نسمه، سكانها يعني، وبتطل على، هي بتكون في شمال فرنسا، ومدينه نيس تعدادها 940 الف ساكن، وهي مدينه تريفيزيتي بتزار بقوه من السياح، ويبتقى على شاطئ البحر المتوسط. هذه الوثيقه تتحدث عن المدن الفرنسيه،
لي فيل فرانسي مش الانهار، مش بلد افريقيه، مش خطوط المترو. في ليون يوجد، طبعا في ليون احنا قلنا 1.5 مليون ساكن، يبقى 1.5 مليون ساكن. ليل بتوجد فين؟ مدينه ليل احنا قلنا بتوجد في شمال فرنسا، او نور دو لا فرانس، في شمال فرنسا. الاسئله مباشره وسهله اهي. الارك دو تريومف، الارك دو تريومف ده اثر طبعا من الاثار الفرنسيه اللي هو قوس النصر. انشئت منذ 2600 سنه، دي مارسيليا طبعا، مارسي هي اللي انشات، لانه ميدان قديم، لانه حصل فيه ثوره وكان الطبقه الوسطى بدات من مارسيليا. باريس طبعا بتعبر نهر السين، نهر السين. انت تسال صديقك ماذا ياكل في الفطار، فهو بيقول لك طبعا، انت تسال صديقك فانت اللي بتقول، تقول له انت بتضع لبن في البطاطس المهروسه، ولا انت بتتناول ترتين في البيتي دي جونير، ولا انت بتتناول لبن في البيتي دي جونير، ولا انت بتشرب كافيه او بيتي دي جونير. طبعا انت بتتناول خبز في البيتي دي جونير، انت بتسال صديقك ماذا ياكل في البيتي دي جونير، فهل انت تتناول؟ طبعا، لان انا بتكلم عن حاجه بتتاكل مش لبن. طبعا فوفو ليه اشيتير دي سوفونير، انت عايز تشتري هدايا تذكاريه، فبتروح البوتيك طبعا، ما بتروحش السوق ولا السوبر ماركت ولا بتلعب باللعبه او الدميه. فوتر كوبان صديقه وفوديمون دافيك باي شيء اون في دي بينج بونج، يعني احنا بنمارس البينج بونج. فوديتي انت بتقول طبعا بالراكت او بالكره صغيره. بهنا كلمه بالا هي كره صغيره. فوتر مي صديقه وفوديمون بيسالك عن وسيله المواصلات المفضله، فانت بتقول له انا بحب الدراج، لان هنا المترو ده سيء، انا بكره المونتو ده خطير طبعا. فوزافي مال اوبيه، يعني انت عندك الم في الاقدام، فوالدتك بتقول لك البس بلوفر، ديسون دراغيه، انزل في الموقف، ولا اذهب عند طبيب الاسنان، ولا استريح في السرير. طبعا استريح في الايه؟ في السرير. او ريستورون في المطعم، انت تسأل او بتطلب مشروب، فبتقول انا عايز فرخه ولا سمك، ولا عايز صودا، ولا انا عايز سوسيسون سجق. طبعا هي هناخد كلمه صودا. فونيفو ديبلاسي، انت لا تتنقل بالاتوبيس، فانت بتقول السبب بالتاكسي، بالبيس او بالاتوبيس، لانه طبعا نظيف، لانه سعره كويس، لانه عملي، لانه بطيء. طبعا كلمه بطيء. انت بتسال صديقك عن رايه في الكانيونينج، في رياضه الشلالات والمنحدرات، فهو بيقول لك انا اجدوها لطيفه. خلي بالك اجدوها دي هنا لا وهنا لو. طيب انا امارسها في النادي، هنا لا. انا اجدوها خطيره جدا، دي صح. واخد بالك انت من لا ولو، انا بعوض عن كلمه كانيونينج بلو، فدي بتبان قوي معايا وانا فاهم الضمائر الشخصيه. أول واحدة طبعا أنت لا تستطيع التحدث باللغة الصينية، فألا تستطيع التحدث؟ فقال له لا، ده أنا بتكلم هيبقى بلا، جملة منفية وأنا بأكل. جي كوني توليبي، أنا بعرف كل البلاد الإفريقية، هنا بإيدي جمع مذكر. ألي تابسونت، يبقى بوركوا، لماذا هي غائبة؟ إير متى، أمس صباحا. مون بير، والدي، طبعا ده ماضي. الماضي الوحيدة هنا اللي هي أبري، ماضي بابري. افوار زائد اسم مفعول من فيرب براندر. جو سويت افوار، انا اتمنى ان احصل على درجات عاليه. يا رب كلكم تجيبوا درجات عاليه وتتفوقوا. هناخد دو، لان دي ده هي تحول الى دو، ها، لو جه بعدها صفه جمع، من بالكم. اني فون، اني فون ساتا بريميدي، يعني هم مش هيعملوا حاجه الظهر ده، هذه ظاهره لن يفعلوا شيئا، لان توجور طبعا الاولانيه مستبعده لانها اثبات، وكالكون مستبعده، بيرسون طبعا هستبعدها عشان الايه؟ المعنى، المعنى بتاع بيرسون مش مناسب. ندى افي سيزامي، ندى رات اصدقائها افون دو بارتير، قبل ان ترح. خلي بالك بوي وكار وبارسكيو بيجوا بعدهم ايه؟ جمل كامله، لكن افون دو عشان دو بعدها مصدر فعل. احنا بنقدم جاتو انو، انا عايز جامع بقى لمدعوين، عشان هنا نو، كل دول مفرد.
اليا ان نوفيل باتيسريه محل حلواني ده مؤنث اهي بدي اخد لها مؤنث وزافي فيغ وبعدين كلمه كويش طبعا دي فطيره من ملحه او فطائر ودي مؤنث طبعا هناخد ان هنا اللي بعدها مي جرون بارون كديه بيحبوا ياكلوا دون لور شامب في غرفتهم لور طبعا جديه هنا بتساوي ضمير الى بيك اس يبقى ايه صفات الملكيه اللي بتاخد مع ايه لافيك اس لور ولاغ افيك اس طب شامبر هنا مفرد يبقى ناخد لور الرز واحد من منتجات النشويات او الحبوب طبعا جان فام الفتاه ها ست مؤنث على طول فتاه سيده بتاكل سيده فهنا طبعا ايه هناخد ست ميرسي بورفو شكرا ليكم مكملين مع بعض باذن الله اورفاغ